طب النرجسي بعد ما بسيبه او بيسيبني هل بيراقبني؟ بيراقبك مراقبة دقيقة جدا 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 فوق ما تتخيل، ومن غير ما تشعر. يعني ايه من غير ما تشعر؟ الجرح النرجسي اللي عنده لو انت اللي سبته ما يخلوش ابدا يحسسك ان هو بيراقبك. ولكن في منهم اللي بيجي بعد فترة ويحاول الرجوع مرة اخرى. هو بيراقبك ليه؟ بيراقبك عشان يتابع تطوراتك ايه. لو هو اللي سابك او هي اللي سابتك خلاص، لقيت مصدر امداد غيرك، انت ما بقتش بتديها مصدر الامداد اللي هي محتاجاه، او انت حضرتك ما بتدوش المصدر الامداد اللي هو محتاجه، معرفش يتعايش معاكي. في نرجسين كده لما ما يقدرش ياخد الامداد النرجسي بتاعه، سواء الطاقة السلبية او الطاقة الايجابية من خلالك، في الاخر بيعمل عملية ان هو يدور على بديل ليك، واول ما يحضر البديل يعملك عملية القاء كامل.